مرحبا، معكم سهى من سهى's dishes. وصفة اليوم طريقة طبخ الرز المفلفل مع الشعيرية. هالوصفة كتير سهلة على الناس اللي عندهم خبرة بالطبخ، بس مش سهلة على المبتدئين والمبتدئات، يعني جيل الشباب والصبايا اللي حابين يتعلموا الطبخ وبلشوا يتعلموا الطبخ، لأنه ما عندهم خبرة بيخافوا أن الرز يطلع مش مستوي أو مستوي زيادة عن اللزوم. بهالفيديو رح تشوفوا طريقة سهلة وواضحة ومبسطة لطبخ الرز المفلفل. إذا كل مرة نستعمل نفس العيارات ونفس المقادير بيطلع معنا رز طيب وناجح وبشهي. خلينا هلأ نشوف المقادير وطريقة التحضير. لطبخ الرز المفلفل هي كل المواد اللي راح احتاجها. عندي هون ملعقتين كبار من الزيت النباتي، ملعقتين طعام من الزيت النباتي. عندي نص كوب من الشعيرية، الكوب ما بيكون مليان لفوق، كوب خفيف ممسوح، نص كوب من الشعيرية. الرز اللي راح استعمله هو رز البسمتي، عندي 2 كوب من رز البسمتي. الملح ملعقة صغيرة ونص من الملح. كمية المي اللي راح احتاجها هي 3.5 كوب من المي. في ناس بفضلوا يستعملوا لهالكمية من الرز 4 كوب من المي، كمان بيطلع الرز منيح. هيدا الشي بيتوقف قديش انتو بتحبوا الرز المفلفل يكون مستوي كتير او مستوي باول مرحلة. هالشي بيتعلق فيكن انتو. الطريقتين ناجحين ومناح وما فيهن مشكلة. ممكن فاذا لهالكمية من الرز يعني 2 كوب نستعمل 4 كوب مي، وانا اليوم رح اختار اني استعمل 3.5 كوب من المي. هاي هي كل المواد. هلأ رح نبلش نطبخ الرز المفلفل. اول خطوة بحط كمية المي بطنجرة صغيرة على النار، وبس يبلشوا يغلوا مثل ما انتو شايفين بطفي النار وبتركهم مغطيين على جنب. وهلأ ببلش بطبخ الرز. بمقلاية غميقة او طنجرة قليلة الارتفاع رح فلفل الرز. بحب كتير استعمل هالمقلاية الغميقة لتفلفل الرز. المقلاية حامية رح زيد عليها 2 كبار من الزيت النباتي، وكمية الشعيرية عندي 1/2 كوب مثل ما قلنا من الشعيرية. ضلني بقلب فيهن، بنتبه لهن كتير منيح لانه الشعيرية بتنحرق. في مرات 5 ثواني بين ما انها تكون محمرة وبين ما انها تكون محروقة. بقلبهم وبخلي عيني عليهم حتى يتحمروا. ضلني بستمر بالتقليب حتى الشعيرية تكون كلها بنفس اللون، لون ذهبي محمرة مثل ما انتو شايفينها. غسلت الرز كتير منيح 2-3 مرات. البسمتي رايس، الرز البسماتي مغسل ومصفى. ما بنقع الرز قبل ما اطبخه، كثير نقطة مهمة. ما في حاجة انه ننقع الرز، بس منغسله 2-3 مرات، منتخلص من المي، منصفيه بالمصفاية ومنزيده على الشعيرية المحمرة. هلأ رح زيد كمية الملح، 1.5 ملعقة من الملح. موضوع الملح بيتعلق فيكن انتو برغبتكن قديش بتحبوا تزيدوا ملح. اذا حابين الملح يكون كتير خفيف او ملح كامل، هيدا الشي بيرجع لإلكن حسب رغبتكن. بقلب الرز والشعيرية بهالطريقة لمدة 1 دقيقة حتى يشرب الرز كمية الزيت ونكهة الشعيرية
دقيقة واحدة بهالطريقة. وهلأ بزيد المي المغلية مثل ما قلت لكم بالأول، بغلي المي، المي المغلية بضيفها هلأ على الرز. هاي خطوة كتير مهمة تيطلع الرز معي ناجح، إنه ما ضيف مي باردة. الرز والشعيرية سخنين، بدي ضيف عليهم مي سخنة كتير وعم تغلي. هيدا كتير مهم، هالخطوة مهمة كتير لنجاح الرز المفلفل. هلأ بس يبلشوا يغلوا، يعني غلوة كاملة، بس يبلشوا يغلوا مثل ما انتو شايفين فورا بلشت المي تغلي، لانه هي بالاصل مي مغلية وسخنة كتير، والشعيرية والرز كمان كتير سخنين، فورا بتبلش المي تغلي. بهاللحظة بخفف النار على الاخر، نار خفيفة كتير، وبغطي الطنجرة وبترك الرز يستوي حتى تنشف كل المي عنه. بياخدوا بين ال 15 دقيقة والعشرين دقيقة حسب النار اللي انتوا عم تشتغلوا عليها وحسب الطنجرة. رح اتركهم مغطيين وبس يستووا منشوفهم ومنشوف كيف طلعوا. الرز استوى، تركته على النار 18 دقيقة، أخذ عندي 18 دقيقة على نار كتير خفيفة. بعد مرور 18 دقيقة طفيت النار وما حركت الرز، ما منحرك الرز، منغطي عليه، منتركه مغطى مثل ما كان، وبخليه حتى يشرب كل هالرطوبة الموجودة 10 دقايق. يعني بعد ما أطفي النار بخلي الرز مغطى وبتركه 10 دقايق قبل ما حركه. هلا بعد مرور 10 دقايق صار فينا نحرك، بجنن مثل ما انتو شايفينه، شايفين كيف الرز مدردر ومفلفل بشهي. هاي هي طريقة طبخ الرز المفلفل بأسهل طريقة. شفتوا معي طريقة طبخ الرز المفلفل بكل أسرارها وبكل تفاصيلها، بطريقة كتير واضحة. أسرار نجاح الرز المفلفل إنه المي لازم تكون سخنة كتير وعم تغلي. الرز ما بنقعه إذا عم بستعمل البسماتي، ما بنقعه، بس بغسله وبصفيه، وبس زيد المي على الرز والشعيرية، بحرك كتير منيح وبغطي على الرز وما بعود حرك ابدا، وبس اطفي على الرز كمان ما بحرك، بخلي الطنجرة مغطاية لمدة 10 دقايق، وبعدين بصير عندي اطيب وانجح رز. ما تنسوا تشتركوا بقناة سهز ديشز على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سهز ديشز. بليز سبسكرايب لايك اند شير. ثانك يو فيري ماتش، سي يو نيكست تايم.